السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سينيور 2؟ عاملين ايه؟ هناخد النهاردة الدرس الاول في الوحدة الاولى، هو درس الايمان بالله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا محمد بالدين الاسلامي، انزل عليه الوحي بالقرآن الكريم، وجاءت السنة مكملة للقرآن الكريم. القرآن الكريم جاء مشتملا على كل الاحكام التي تتعلق في حياة الإنسان، سواء كانت الحياة الدنيوية أو الحياة الأخروية، والتي تدعوه إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة. ولقد ضمن الله تعالى هذه الأحكام في كتابه العزيز فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني الكتاب اللي هو القرآن الكريم جاء مشتمل على كل الأحكام اللي الإنسان هيحتاج ليها. ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالإيمان وكلفهم بالأعمال الصالحة زي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي أمرهم الله بها تعالى، تهذيبا لأنفسهم وتربية لإرادتهم. وكانت ثمرة الإيمان في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يهديهم يعني يرشدهم، ربنا هيرشد المؤمنين بإيمانهم وباعتقادهم الصادق دوت، وبكل الأعمال الصالحة اللي هيعملوها اللي كلفهم بيها، إلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. بعد كده هنعرف مع بعض ايه الحاجات اللي احنا لازم نؤمن بيها، وايه الفرق بين الايمان والاسلام، ودوت اللي هيوضحولنا الحديث الشريف اللي معانا النهاردة. نسمع مع بعض كده الحديث دوت ونفهم معناه كويس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ذات يوم، اذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يعني هم الصحابة يعني كانوا قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم زمان، كانوا بيقعدوا حلقات ويتجمعوا ويتكلموا فيها عن العلم وعن الدين وعن الدنيا. ففي مرة وهم قاعدين جاء عليهم رجل شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء جدا وشعره شديد السواد، وكان شكله غريب محدش يعرفه من المدينة، وحتى لو هو غريب وجاي من السفر، فالجاي من السفر في الصحراء وكده كان بيبان على هدومه مثلا التراب مكان السفر او كده، او ان هدومه مثلا مكرمشة شوية، مش باين عليه اي اثر من اثار السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. سألوا أول حاجة عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني إزاي أنت بتسأل عن حاجة وبتقوله آه صدقت، يعني كلامك مظبوط إزاي؟ قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني اللي بيسأل عنها هو أعلم من اللي بيتسأل، يعني سيدنا محمد بيقول له أنت أعلم بالسؤال دوت مني. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني أخبرني عن علاماتها، إيه هي العلامات المميزة اللي لما تحصل هنعرف منها إن يوم القيامة قرب. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني إنك تشوف الجارية تلد سيدتها، وأن ترى الحفاة العراء اللي هم المتولي أو المشرف على رعاية الشاء اللي هو الضأن والماعز يتطاولون في البنيان، يعني يتخذوا الكسور والأبراج العالية بدل ما كانوا إيه بيرعوا الشاء. ثم انطلق فلبثت مليا، يعني قاعد يفكر شوية كده، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا عمر بيقول له أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. يبقى احنا عرفنا مع بعض ايه هو الإيمان وايه الفرق بينه وبين الإسلام وبين الإحسان. طيب لما الإيمان اللي هو معناه أو الحاجات اللي أنا لازم أؤمن بيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلو ومره، دوت كل الحاجات اللي احنا عرفنا ان احنا لازم نؤمن بيها. طيب هو احنا نعرف الكلام دوت بس مجرد ان احنا نعرفه كده وخلاص؟ لا طبعا، لازم تطبقه في حياتك، لازم نعمل بالكلام ده، مش ان احنا مجرد نصدق بيه وخلاص وهو ده كده الايمان. لا بالعكس، ده الايمان من غير عمل زي الروح بلا جسد. هو ينفع الانسان يعيش من غير روحه؟ الجسد ده يبقى جسد من غير روح؟ لا طبعا، هو كده بالظبط زيه الايمان والعمل. لازم لما تؤمن بالحاجه اللي احنا قلنا عليها ديت كلها لازم تطبقها ايه في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات ديت بيوصف المؤمنين، بيوصف ان المؤمن بيعمل الأعمال الصالحة اللي بيتقرب بها من ربه. بعد كده عندي من الأحاديث اللي بتدل على الإيمان واللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها عن الإيمان وأهميته. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. يعني واحد جال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قل لي حاجة واحدة أعمل بيها وما أسألش عنها حد بعد كده، يعني حاجة واحدة ما أسألش حد أنا لازم أعمل إيه بعد ما أعمل الحاجة ديت. قال له الحاجة ديت إنك تؤمن بالله، قول آمنت بالله ثم استقم. استقم في أعمالك، انت لو استقمت في عمل واحد هتلاقي نفسك عايز تستقم في العمل التاني والتالت والرابع، هتلاقي نفسك بتستقيم في كل حاجة. يعني الاستقامة هي أن يفعل المؤمن الصادق ما أمره الله به تعالى وينتهى عما نهاه الله عنه. وفي حديث تاني، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. يعني أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله، ثم تليه الجهاد، ثم يليه الجهاد، ثم يليه الحج المبرور. فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على الأعمال الصالحة.
طبعا احنا عرفنا ان المؤمنين اللي ربنا كلفهم بالاعمال الصالحة وادوها واتموا اركان الايمان واركان الاسلام والاحسان وقاموا بكل حاجة ربنا طلبها منهم ان هو هيجازيهم جنات تجري من تحتها الانهار. لما قرأنا الاية في اول الدرس كده المؤمنين كان ليهم كلام معين كانوا بيقولوه في الجنة وهم قاعدين، تعالوا كده نفتكروا مع بعض كانوا بيقولوا ايه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى ده دعاء مين؟ دعاء أهل الجنة. إيه هو بقى دعاء أهل الجنة؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني هما بيقولوا إيه؟ سبحان الله وبحمدي، وتحيتهم فيها سلام، السلام اللي هو السلامة من كل مكروه، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم يعني ختام دعائهم بيقولوا إيه بقى؟ الحمد لله رب العالمين. طب إحنا عايزين نوضح الكلام دوت، المؤمنين لما بيقولوا سبحانك اللهم بتبقى بأنه معنى؟ ليها معنيين. أول معنى الدعاء إن هم بيدعوا ربنا بيشكروه، يعني ان هو دخلهم الجنات وبيقولوا ايه سبحانك اللهم، سبحانك اللهم من كتر عظمة الجنة وجمالها بيقولوا ايه سبحانك اللهم. ويجوز ان يكون الدعاء دوت بالعبادة، يعني الدعاء دوت هو قصده بيها ان هو عبادتهم في الجنة ان هما بيقولوا ايه سبحانك اللهم، لان هو ما لهمش عبادة تانية في الجنة غير ان هما يقولوا ايه سبحانك اللهم، وبيكون انشغالهم بالذكر دوت ذكر سبحانك اللهم مش على سبيل التكليف، يعني هما مش مكلفين ان هما ايه زي ما احنا دلوقتي مثلا مأمورين ان احنا نصلي ومكلفين بالاعمال الصالحة، لا هما مش مكلفين، انما هما كده مثلا بيبتهجوا بذكر الله سبحانه وتعالى. الدعوة التانية معانا تحياتهم فيها سلام. يعني ايه بقى تحياتهم فيها سلام؟ التحية اللي هي التكرمة أصلها حياك الله أو أحياك الله حياة طيبة، والسلام هنا زي ما قلنا هو السلامة من كل مكروه. فدعواهم في الجنة سبحانك اللهم وتحياتهم اللي بيحيوا بيها بعض هي السلامة من كل مكروه. ويجوز أيضا أن تكون الملائكة هي اللي بتحييهم، كل ما يعدوا من عند الملائكة الملائكة إيه تحييهم وتقول لهم إيه لكم السلامة من كل مكروه. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني ختام دعائهم بيكون بقولهم إيه الحمد لله رب العالمين. طبعا بيحمدوا ربنا ويشكروه على الجنات والنعيم اللي هم شايفينه. وعندي دليل تاني على سلام الملائكة عليهم في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد كده عاوزين نعرف مع بعض ايه هي ثمرة الايمان بالله تعالى. ثمرة الايمان بالله تعالى يعني فوائد الايمان، ايه الفائدة اللي هتعود عليا في الحياة الدنيا زي ما عرفنا ان جزائها في الاخرة الجنة، ايه الفائدة في الدنيا اللي هتعود عليا من الايمان بالله تعالى. اول حاجة الهداية الى الحق، قال تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يعني أول حاجة إن ربنا يرشدك للطريق الصحيح. تاني حاجة حماية العبد وتنجيته من الشدائد لقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثالث حاجة علو منزلة العبد عند الله يوم القيامة، لما الإنسان يلتزم بالإيمان وبأركان الإيمان كلها منزلته تبقى عالية عند ربنا لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
رابع حاجة عندي التمكين والنصرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكثر من المؤمنين في الأرض وينصر بعضهم ببعض، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. خامس حاجة عندي الحياة الطيبة في الدنيا، لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى ده وعد من ربنا إن اللي هيلتزم بأركان الإيمان ربنا هيديله حياة طيبة. سادس حاجة عندي الفوز بالجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. سابع حاجة عندي والأخيرة هي الطمأنينة للنفس، النفس تكون مطمئنة وراضية، لقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. بس عاوزين نعرف حاجة صغيرة، ان المؤمن الصادق فعلا من جواه هو المؤمن اللي بيراقب ربنا في سلوكياته وكل تصرفاته، ما بيعملش اي حاجة غير لما يكون حاطط ربنا قدامه، سواء في شغله في حياته مع اهله في كل معاملاته. لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يلعب الميسر ولا يفعل أي أفعال اللي بيرفضها الإسلام وما بتتفقش مع الإسلام، وبيتجنب كل السلوكيات ديت. فكل دوت ليه أثر على المجتمع وعلى المسلم وعلى تطوير المجتمع. فالمجتمع المسلم مجتمع مترابط ومتماسك وقوي، لا يعرف، يعني احنا لو التزمنا بالتعليم ديت هيبقى المجتمع بتاعنا لا يعرف الجريمة مطلقاً، وهيبقى مجتمع بيقدر قيمة الوقت وقيمة الجهد وقيمة أهمية العمل وإتقان العمل. وأتمنى نكون استفدنا مع بعض،